ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة ويوم جديد وفرصة جديدة لتحقيق حلم الأمومة. زي ما عودناكم في قناة الصحة والجمال إن احنا بنقدم كل ما هو جديد ومفيد في عالم الطب والصحة والجمال من خلال أساتذة متخصصين في جميع المجالات الطبية اللي بيجاوبوا على كل أسئلتنا واستفساراتنا. كمان لو ليكم أي سؤال أو استفسار ممكن تتواصلوا معانا من خلال الأرقام اللي بتظهر على الشاشة. كتير من الناس، كتير من الزوجات، كتير من الفتيات نفسها تكون أم، كتير بتسأل نفسها إمتى هكون أم؟ هل في فرصة جديدة إن أنا أخلف ويكون عندي أولاد؟ كل الأسئلة دي، كل ما يصول ويجول في عقول حضراتكم من خلال الأسئلة اللي بتطرح على جميع أذهان حضراتكم هنجاوب عنها النهاردة إن شاء الله في حلقة حلم الأمومة مع الدكتور صاحب الاسم اللامع والاسم البراق واللمسات الساحرة في عالم أمراض النساء والتوليد، الدكتور هاني الباسل. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. خلينا الأول نعرف في السادة المشاهدين بالدكتور هاني الباسل، دكتوراه أمراض النساء وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، وزمالة الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد، ودبلومة جراحة المناظير جامعة كلير مون بفرنسا. أهلا بحضرتك يا دكتور مرة ثانية. أهلا وسهلا أستاذ. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن تحديد جنس المولود بين الطب والدين. هنعرف هل يتعارض العلم الحديث في عالم أمراض النساء والتوليد مع الدين ولا لا؟ عاوزين نعرف من حضرتك الأول في بداية الحلقة كيف يحدث الحمل الطبيعي أو كيف يولد الذكر والأنثى دون تدخل طبي؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أستاذ أحمد، يعني الحمل زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، أولا وأخيرا ده هبة من عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فربنا سبحانه وتعالى خلق الناس على أربع أقسام زي ما الآية الكريمة أخبرت. تمام. إن في ناس ربنا بيرزقهم بالإناث فقط، بنات بس. تمام. ودي بتقتضي حكمة ربنا سبحانه وتعالى ذلك. وقدم الإناث قبل الذكور، العلماء قالوا لأن كانوا في الجاهلية وقديما كانوا ما بيحبوش البنات، وكانوا حتى يوئدوا البنات. فربنا سبحانه وتعالى قدم الإناث قبل الذكور لما لها من الفضل. وبعض الناس ربنا بيديهم أولاد بس. تمام. وفي بعض الناس طبعا ربنا بيديهم يرزقهم أولاد وبنات ذكور وإناث، وفي بعض الناس ربنا ما بيشأش أن يرزقهم بأي أولاد. تمام. لحكمة ربنا سبحانه وتعالى يعلمها. تمام. فالحمل الطبيعي، في الطبيعي بإذن ربنا في فيديو بسيط أنا ممكن نعرضه عشان نقرب الصورة للسادة المشاهدين. تمام. هنعرض فيديو بسيط نبين فيه إزاي الحمل الطبيعي بيحصل وإزاي بيتخلق جنين ذكر أو جنين أنثى دون تدخل طبي. دون تدخل طبي. تمام. إحنا معنا الفيديو على الهواء. إن الإخصاب، لحظة الإخصاب دي بتحصل داخل الجسم. دي صورة بتبين الحيوانات المنوية الصغيرة اللي طالعة من تحت دي تبقى بالملايين زي ما إحنا قلنا. تمام. ربنا سبحانه وتعالى خلقها بالملايين. وبتطلع في رحلة من قناة المهبل ومرورا بعنق الرحم اللي إحنا بنشاور عليه ده. تمام. بتطلع في عنق الرحم وبتسبح لغاية لما تقابل البويضة، وهي دلوقتي ماشية جوه الرحم، جوه تجويف الرحم، طبعا أعداد بالملايين، وماشية جوه تجويف الرحم لغاية لما تدخل في قناة فالوب اللي هي الأنابيب، قناة فالوب اللي هي الكبيرة الواصلة للمبيض دية. بتدخل في قناة فالوب بتلاقي البويضة الصغيرة التي لا ترى برضو إلا بالعين المجردة مستنية الحيوانات المنوية. طيب هل يتم التلقيح بين حيوان منوي واحد ولا داخل البويضه ولا كل الحيوانات؟ زي ما اتكلمنا قبل كده استاذ احمد ان حكمه ربنا سبحانه وتعالى ان حيوان منوي واحد فقط من كل هذه الملايين هو اللي بينجح في اختراق جدار البويضه. تمام. والحيوان ده مين بيختاره؟ وهل الحيوان المنوي دوت، الحيوان المنوي ده فيه منه نوعين. يعني الحيوانات المنويه عند الزوج نوعين، نوع يحمل الصفه الذكوريه كروموزوم اسمه واي، وفي نوع يحمل الصفه الانثويه كروموزوم اسمه اكس. فلو دخل حيوان منوي يحمل الصفة الذكورية يحمل كروموزوم واي، هيتالي هيكون من لحظة الإخصاب اتحدد الجنس المولود. من اللحظة اللي هي تحت الميكروسكوب اللي محدش لسه يشوفها ولا يعرفها. تمام. من اللحظة دي، من دخول حيوان منوي واحد بس، عرفنا الجنين، اتعرف الجنين ده ولد أو بنت عند علم ربنا سبحانه وتعالى. تمام. فبعد ما بيدخل زي ما احنا شفنا اخترق جدار البويضة وأفرز مواد معينة ودخل جوه البويضة،
عشان يكون الجنين، البويضه الجدار الخارجي بتاعها زي ما احنا هنشوف كده بيبدا يتخن في السمك بتاعه، السمك بتاعه بيزيد وبيقفل، بيعمل بلوك يقفل ويمنع دخول اي حيوانات منويه اخرى داخل البويضه. تمام. فده بالنسبه للحمل الطبيعي. فاحنا زي ما وضحنا في الفيديو ده ان الحمل الطبيعي بيحصل دخول حيوان منوي واحد البويضه. طب يا ترى الجنين ده ذكر او انثى؟ على حسب الحيوان المنوي اللي دخل. الحيوان المنوي يحمل الصفه الذكريه يبقى الجنين ذكر، الحيوان المنوي يحمل الصفه الانثويه يبقى الجنين انثى. يعني اللي بيحدد اذا كان الجنين هيكون ذكر او انثى هو الحيوان المنوي، لو دخل لو يحمل الصفه الذكوريه يكون ذكر ولو الصفه الانثويه يكون انثى. الكلام ده يعني اتقال فيه كلام كتير. قديما خالص كانوا فاكرين ان السيده هي المسؤوله عن تحديد جنس الجنين. فكان بعض السيدات تلد بنات بس، فيعتقد الراجل يعتقد خطا ان هذه السيده هي المسؤوله عن تحديد جنس الجنين، فممكن يفكر ان هو ان هي مش هنجيب له اولاد او كذا. لكن دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها. طبعا كانت بتحدث كثير من المشاكل بين الناس، الراجل يظن ان هو العيب في الانثى والانثى تظن ان العيب في الراجل. فاحنا عايزين نعرف من حضرتك من المسؤول عن تحديد جنس المولود؟ تمام. الذكر او الانثى؟ زي ما قلنا قديما كانوا يفتكروا كده، وبعدين حديثا في الاونه الاخيره لما اكتشفوا في سنة 1900 في أول القرن اللي فات 1903 اكتشفوا الحيوان المنوي واي أو إكس اللي هو يحمل الصبغة الوراثية للذكر، أو الحيوان المنوي اللي يحمل الصبغة الأنثوية. فعرفوا أن الحيوان المنوي اللي بيحمل الذكورة لو دخل هيبقى ولد، والحيوان المنوي اللي بيحمل الأنوثة لو دخل هتبقى بنت. طب إيه اللي يخلي ده يدخل وده يدخل؟ دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، زي ما تقتضي مشيئة الله سبحانه وتعالى. فدي بتبقى حكمة ربنا سبحانه وتعالى. فهم اعتقدوا كده، وبعدين حتى الكلام اللي عرفوه حديثا ده كان أحد نساء العرب قديما. يعني مواقف الطريفة في عند العرب. أحد نساء العرب قديما كانت أنجبت 5 بنات، وزوجها كان كنيته أبا حمزة. فلما تزوجها وأنجبت 5 بنات وهي كانت في حملها السادس، فتركها وعلى سفر، فقال لها لما أرجع لو كانت بنت، لو أنجبت بنت، ما كانش بقى فيه طبعا سونار ولا فيه لو أنجبت بنت أنا هسيب البيت وهبقى غضبان وهسيب البيت، لو ولد هو نفسه أنه ربنا يرزقه بولد بعد 5 بنات. فلما رجع ولقاها انجبت بنت ساب البيت وغضبان، فهي حتى قالت الشعر العربي الشهير مال ابا حمزه لا ياتينا غضبان الا نلد البنينا، تالله ما ذاك بايدينا ان نحن الا كالارض لزارعينا ننبت ما قد بزر فينا. فهي حتى المراه العربيه ده من قديما وصلت لمعرفه ان الذكر الرجل هو المسؤول عن تحديد جنس المولود، كأنها كالأرض في الزراعة والبذرة هي اللي تحدد، البذرة اللي فيها اللي تحدد نوع الزرع. لكن حديثا بقى جدا بقى في لسه في الأوساط الحديثة قالوا طب إيه اللي يخلي إن البويضة دي بالجدار بتاعها تسمح لحيوان منوي مذكر وما تسمحش لمؤنث أو العكس؟ فقالوا يبقى أكيد في مواد كيميائية معينة بتتفرز من جدار البويضة، وهي البويضة هي اللي بتتحكم في دخول الحيوان المنوي اللي يحمل الصفة الذكورية أو الأنثوية. فمن هنا نخلص إن الزوجين الذكر والأنثى هما الاثنين مع بعض بمشيئة ربنا هما الاثنين مسؤولين عن تحديد جنس المولود. تمام. في بعض الأفكار برضو المنتشرة عند الناس إن البنت لو أمها أو خالتها بتلد كثيرا فده ممكن ينتقل للبنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فهل صحيح إن لو الأم أو الخالة بتولد كتير أو هي ودود ولود فده ممكن ينتقل للبنات؟ المعلومة دي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعلومة دي فيها شيء من الصحة، فيها شيء من الصحة، لأن عندنا أمراض زي المرض الأخير اللي أنا اتكلمت عليه الحلقة اللي فاتت، مرض تكيس المبيضين، وما بيحصلش تبويض وبالتالي ما يحصلش حمل فيه. في حالات كتيرة منه في نسبة وراثة من ضمن أسبابه القوية الوراثة. ففعلا في أمراض وراثية معينة تؤثر على المبيض وعلى كفاءة المبيض في بعض الأمراض الوراثية، ولكن دي ليست قاعدة. تمام. برضو بنسمع كتير عن في مثلا تغذية معينة أثناء فترة الحمل أو تغذية معينة قبل فترة الحمل، في استخدام غسول قبل فترة الجماع، هل الحاجات دي بتساعد في تحديد جنس المولود ولا لا؟ هي الحاجات دي كلها يعني منتشرة في الآونة الأخيرة، وفي ناس اللي بالميل الغريزي أي إنسان بيحب يبقى عنده تنوع في الأولاد، أولاد وبنات، ده أفضل شيء. ففي ناس بتميل للذكور في مجتمعاتنا الشرقية، تميل للذكور أكثر قليلا. فبدأت الناس تقرأ عن استخدام غسول مهبلي معين أو أغذية معينة.
هذه الحاجات كلها نسبة نجاحها قليلة جدا أستاذ أحمد، يعني هي النسبة الطبيعية إن احتمالية إن تبقى ولد أو بنت 50%، لأن حيوان منوي دخل الحيوانات المنوية نصها بيبقى يحمل الصفة الذكورية ونصها يحمل الصفة الأنثوية. فمع الحاجات دي بيبقى النسبة بتزيد تبقى حوالي 60%، زيادة بسيطة ولكن ليست طريقة مضمونة. وبيعتمدوا في فكرهم على حاجة واحدة عايز أقول للسادة المشاهدين عليها، بيعتمدوا في فكرهم على إن الحيوان المنوي سبحان الله اللي بيحمل الصفة الذكورية واي ده بيبقى حيوان منوي، ده بيبقى سريع أسرع من اللي بيحمل إكس، وبيبقى ضعيف ما بيعيش إلا 24 ساعة، وبيعيش في وسط قلوي، يعني بيبقى عايز وسط كيميائي قلوي عشان ينمو فيه ويوصل لتخصيب البيضة. والعكس الحيوان المنوي اللي بيحمل الصفة الأنثوية بيبقى أثقل قليلا في الوزن، أبطأ في السرعة لأن عليه صفات وراثية أكثر، وإن هو بيعيش في وسط حمضي أكثر. تمام. فهم بيعتمدوا على لما بيستخدموا غسول معين إنهم بيغيروا في وسط الكيميائي بتاع جدار المهبل، وبالتالي بيزودوا احتمالية، يزودوا فرص احتمالية الحمل بذكور أو إناث. والأغذية المعينة التي تحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم بنسبة عالية تزيد من فرصة حدوث الذكور، والأغذية التي بها كالسيوم ومغنيسيوم زي الألبان والجبن بأنواعها وهكذا بتزيد من فرصة الحمل بإناث. كل هذه التجارب وأوقات معينة للتبويض أو أوقات معينة للعلاقة الزوجية اللي هي وقت التبويض دي بتزيد فرص الذكور أكتر، لأن بيبقى الحيوان المنوي زي ما قلنا اللي بيحمل الصفة الذكورية أسرع، فلما بيوصل وقت التبويض بيقدر إن هو بنسبة كبيرة يلقح البيضة. لكن كل هذه الأشياء ليست مضمونة، الأمر أولا وأخيرا بتقتضيه حكمة ربنا سبحانه وتعالى وما قدره الله سيكون. تمام. عايزين نوجه هنا للساده المشاهدين ان ارقام عياده الدكتور هاني الباسل موجوده اسفل الشاشه، لو حد عنده اي استفسار او سؤال ممكن يتواصل مع الدكتور هاني من خلال الارقام الموجوده اسفل الشاشه. عايزين نجمع في حلقتنا بين راي الطب وراي الدين زي ما قلنا في اول حلقه. عايزين نعرف، اصدرت دار الافتاء المصريه فتوى ان يجوز او ممكن نلجا لتحديد جنس المولود اذا استدعت الحاله ذلك، ممكن اي حد من الساده المشاهدين يرجع للفتوى عبر موقع دار الافتاء المصريه. دكتور هاني، ما رأي الدين في ان احنا نستخدم او نحدد جنس المولود اذا كان ذكر او انثى؟ رأي الدين زي ما صدرت فتوى من دار الافتاء والازهر صدق على هذه الفتوى ضبطها بضوابط شرعيه معينه. قال ان اول حاجه ان الرغبه في تحديد جنس المولود الافضل ان هي الاصل فيها المنع، الأصل فيها المنع، والموافقة عليها لحالات معينة، حالات معينة فردية كما ترى دار الإفتاء. واشترطت أول حاجة أن تكون مضبوطة بضوابط شرعية، أول حاجة أن هي تكون أن يكون الرجل رغبته في إنجاب ذكور أو رغبته في إنجاب إناث مبنية على رغبة من داخله، ويكون عنده أولاد من الجنس الآخر، غالب أولاده من الجنس الآخر، بمعنى زوجين عندهم 3 أو 4 بنات ورغبتهم ان هم ينجبوا ولد واحد، فغالب اولادهم من البنات، لكن ليست مطلقه لاي حد انا اول طفل لا ولد انا عايز اولاد بس، ليست مطلقه الفتوى. الحاجه الثانيه ان لو في امراض وراثيه معينه استاذ احمد، في امراض وراثيه معينه بتتنقل على الكروموزوم اكس اللي هو بيحمل الصفه الانثويه، زي ضمور العضلات مثلا، زي مرض ضمور العضلات بالظبط اللي هو اسمه دوشين ده. تمام. ومرض الهيموفيليا ده مرض من سيولة الدم، سواء الهيموفيليا A أو B أنواع منها. مرض أنيميا الفول الفافيزم أو أنيميا الفول، هذه الأمراض لقوا إن هي بتتنقل للأجنة الذكور أكثر. ليه؟ لأن الجنين الذكر عنده 2 كروموزوم، عنده كروموزوم X وكروموزوم Y. تمام. فهو بيتنقل عن طريق الإكس كروموزوم هذا المرض، فبالتالي لما يجي على كروموزوم من الإكس يظهر عنده المرض. أما الجنين الأنثى عندها 2 إكس كروموزوم، فلو اتنقل على طريق إكس كروموزوم عندها الإكس كروموزوم التاني سليم. تمام. فبالتالي هي تبقى حامل للمرض لكن لا يظهر عليها أعراض المرض، وبالتالي الأسرة بتختار إن هي لا تنجب الذكور عشان خاطر المرض ده ما يظهرش زي ضمور عضلات، ما يظهرش في الأسرة بشكل بالظبط. فإذا كان في تاريخ عائلي، تاريخ عائلي في الأسرة دي والأمراض الوراثية بتتنقل بيبقى فيها تاريخ عائلي، بنسأل هل في أمراض وراثية معينة في الأسرة زي مرض ضمور العضلات، مرض الهيموفيليا، مرض أنيميا الفول، دي اللي بتتنقل للذكور أكثر. وفي امراض للاناث زي مرض اسمه تيرنر، مرض تيرنر ده متلازمه معينه بتظهر للاناث بنقص كروموزوم من الكروموزومات اكس، بيبقى عندها كروموزوم اكس واحد. تمام.
يعني دار الافتاء المصريه حددت الموضوع. اول حاجه لو العيله فيها مثلا عدد كبير جدا من الذكور وعايزين ينجبوا اناث، فممكن في هذه الحاله يتم تحديد جنس المولود. ده بالظبط. الحاله الاولى. الحاله الثانيه لو في طفل او الذكور فيهم منتشره بشكل كبير جدا، عندهم مرض ضمور العضلات او اي مرض من الامراض المنتشره في فئه الذكور، فممكن في هذه الحاله دار الافتاء المصريه تسمح لهم ان هم ينجبوا الاناث. كلام مظبوط يا استاذ احمد. تمام. والنقطه الثانيه ان هم برضو دار الافتاء قالت ان لازم الزوجين اللي جايين يعملوا هذا الاجراء يبقوا عارفين مسبقا ان دي اسباب، ان كل اسباب دي اسباب في الطب، لان عشان ينجبوا ذكور زي هنشرح احنا هنبين بالتفصيل ازاي الطريقه المعمليه لانجاب الذكور فقط او الاناث فقط في المعمل وايه فايدتها وايه نسب النجاح بتاعتها. لكن الفكره ان هم لازم يعرفوا ان دي اسباب، وان ربنا سبحانه وتعالى رايده هو اللي هيكون زي ما بيقول، لان مشيئه ربنا مقدمه، وان ممكن بتقدم الطب وظهور اجنه ذكور وننقل اجنه ذكور وما تمسكش في الرحم، مشيئه ربنا لم تقتضي، لم يحدث اجنه ذكور خالص في المعمل، وبالتالي يبقى دي في احتمال مش هننقل لها حاجه، لان فدي مجرد اجراء بنستخدمه في حالات معينه. ولازم برضو نقطه تانيه مهمه ان هم يبقوا من جواهم على يقين ان ربنا مسبب الاسباب. الحاجه التانيه ان هم مش عايزين جنس، مش كره للجنس الاخر، لان طبعا يعني والا هنتشبه بالجاهليه. تمام. جاهليه. والبنات تمام. فاذا في الجاهليه كان قديما ربنا زي ما اخبر سبحانه وتعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم. تمام. فبالتالي هو رغبته ان هو ينجب جنين ذكر ومعاه عدد من البنات ليس بغضا او ليس كرها في الناس، الجنس الاخر. تمام. بالظبط كده، ده مهم جدا. طبعا كلنا عندنا من المسلمات والايمان بالغيبيات ان الله سبحانه وتعالى هو الواحد الذي يعلم ما في الارحام، ايمانا بالايات القرانيه اللي ذكرت في هذا الموضوع. تمام. زي مثلا ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، فالله سبحانه وتعالى اقتصر بعلم ما في الارحام لذاته، بس هو الواحد اللي يعلم. في هذه الايام ومع تطور العلم الحديث بدات الاطباء تعرف الذي اللي في الارحام اذا كان ولد او بنت، هل ده يتعارض مع الايات القرانيه؟ لا اطلاقا لا يتعارض، لان احنا زي ما قلنا احنا ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خالق الحيوان المنوي، هو اللي خالق البويضه. مجرد الطب كل اللي بيعمله ان هو بيساعد، بيجيب حيوان منوي يدخله في البويضه ويحصل جنين، بيجي الطب ياخد من الجنين ده خليه ويحللها ويعرف اذا كان الجنين ده ذكر او انثى، زي ما اقتضت مشيئه ربنا سبحانه وتعالى مسبقا. الحاجة الثانية ان الآية القرآنية الخمس غيبيات اللي ربنا سبحانه وتعالى اختص بيها ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. جم العلماء قالوا على ما في الأرحام ان كلمة ان حرف ما يفيد العموم والشمول، ليس المقصود به مجرد الذكورة والأنوثة. لما راجعنا الأقوال العلماء قالوا ان ما تفيد العموم والشمول، بمعنى يعلم رزق هذا الجنين طبعا ذكر او انثى، ويعلم رزقه ويعلم اجله وعمله وشقي او سعيد، وهل من اهل الجنه من اهل النار. فهذه علم غيبيات، يعلم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما في الارحام، ما قالش مجرد في الارحام. اما مجرد ان احنا نعلم جنين ذكر او انثى ده علم قاصر، ده علم بسيط جدا قاصر. طيب سمعنا في الفترة الأخيرة وبلاد كتير زي كوريا والصين بيشترطوا طفل واحد وكلهم بيسعوا إن هم يحددوا النسل على هذا الموضوع، هل ده ممكن يؤثر في المستقبل ولا لأ؟ طبعا ده يأثر في المستقبل، لأن اشتراط طفل واحد لو التقنية دي مسموح بيها، لو التقنية دي في بلاد منع تقنية تحديد جنس المولود على فكرة، والبلاد ليست مسلمة، منع تقنية تحديد جنس المولود. ليه منعاه؟ علشان ما يحصلش خلل في البشرية. ربنا سبحانه وتعالى لما عمل تنوع في البشرية بين الذكر والأنثى وتوازن، في توازن في البشرية. فالدول دي زي أوروبا مثلا منع تحديد جنس المولود، كل أوروبا خلاص. أمريكا عاملة تحديد جنس المولود وحطله شروط معينة بالذات للأمراض الوراثية، يعني هم بيدوروا على الأمراض الوراثية وعرفوا بالمرة إذا كان الجنين ده ذكر أو أنثى. لكن في أوروبا ممنوع تماما. فطبعا حكاية اشتراط جنين واحد وإن هو حد الجنس المولود ده يكون ذكر أو أنثى، ده هيعمل اختلال في التوازن. يعني يا دكتور لو جه حد لحضرتك في العياده يقول لك انا عايز مثلا اخلف ولد او اخلف بنت، حضرتك بتسمع للتاريخ المرضي بتاعه تقول له طب انت ليه عايز تخلف ولد او بنت؟ تشوف التاريخ المرضي هل مثلا موجود عندهم امراض وراثيه ولا لا؟ عايزين نتكلم حضرتك عن اهميه الاستماع للتاريخ المرضي للمريض. طبعا احنا اول حاجه لازم بناخد تاريخ المرضي للمريض بالتفصيل للزوجين، فبنبدا نسال عن اي امراض وراثيه في العائله. والامراض الوراثيه بتبقى معروف انها وراثيه لانها بتبقى متشخصه، زي ما قلنا الامراض اللي احنا قلنا عليها. تمام. وزي الطفل المنغولي مثلا على سبيل المثال، داون سيندروم، الطفل المنغولي مرض وراثي في كروموزوم 21. فالامراض الوراثيه دي بنبقى احنا بندور عليها،
معنى ايه؟ لو في امراض وراثيه انا ساعتها هعمل فحص وراثي للجنين، وهعرف من الفحص الوراثي ده جنس الجنين ده ايه وهو بره قبل ما انقله، قبل ما ازرعه في الرحم. لكن انا عامل الفحص الوراثي عشان اعرف ان الجنين ما يحملش هذا المرض الوراثي. فانا بحلل، باخد خليه واحده من الجنين في اليوم الثالث وبحللها، وبتجيلي النتيجه اذا كان الجنين ده يحمل مرض وراثي معين ام لا. الحاجه الثانيه ان انا بعرف طبعا جنس الجنين ساعتها اذا كان ولد او بنت. طبعا في أي الايام دي برضو اي زوج وزوجه قبل الجواز بيروح يكشفوا، يشوفوا هم عندهم امراض وراثيه ولا لا، ممكن الموضوع ده يبقى مناسب لهم ولا لا الجواز يعني عموما. ده بيحصل الايام دي قبل الجواز؟ هو بيحصل، بس الحقيقه نقدر نقول عليه في يعني عندنا في مصر مش بدرجه كبيره. يعني الموضوع الثقافه دي ان هي الفحص، فحص ما قبل الزواج، طبعا منتشر بره جدا. لكن في مصر الحقيقه لا، يعني في مصر عندنا نسبه او فئه معينه من المجتمع طبعا للثقافه، وطبعا هم اللي بيفكروا في فحص ما قبل الزواج. واحنا بنربط تحديد جنس المولود بين الطب والدين، عايزين نعرف من حضرتك لو في واحده كل ما تخلف مثلا بنات يظهر لهم تشوهات وامراض يعني مش مستحسن في الانسان هي تكون تظهر فيه، هل في الحاله دي لو الانثى ابتلت بعض البنات الظاهر فيها تشوهات او بعض الذكور الظاهر فيها تشوهات ممكن تغير جنس المولود، وهل الدين يسمح لها بالموضوع ده ولا لا؟ هي الحقيقه هي ما بتغيرش، هي لو زي ما انا قلت لحضرتك استاذ احمد، هي لو في امراض وراثيه، الامراض الوراثيه دي معروفه، فاحنا لما بنبحث في الجنين ده وبناخد منه خليه عشان حاجه اسمها الفحص الوراثي للاجنه، بنحلل الخليه دي بناخدها من الجنين في اليوم الثالث بتكنيك معين بالليزر بابره معينه، وبناخد خليه بدون ما تاثر على بقيه خلايا الجنين. الجنين بيبقى 6 أو 8 خلايا ساعتها، احنا بناخد خليه واحده، والخليه دي بنشوف الكروموزومات اللي فيها، فيها اي مرض وراثي بندور عليه، فيها اي وبنعرف بيعرفنا اذا كان اكس اكس او اكس واي. اكس اكس يبقى بنت، اكس واي كروموزومات بتاعتها يبقى الجنين ده ذكر. هنا في هذه الحاله احنا لو الست دي جايه تعمل الاجراء ده عشان مرض وراثي بنستبعد الاجنه اللي فيها امراض وراثيه وبننقل الاجنه السليمه. إذا كانت جاية تعمل لمجرد ولد أو بنت لازم يبقى زي ما قلت لحضرتك مضبوط بالضوابط الشرعية اللي اتحددت في فتوى دار الإفتاء والأزهر. تمام. من المتعارف عليه برضو بين السيدات إن هي مثلا لو عايزة تختار بنت بتختار اليوم 13 أو 14 من بداية الدورة عشان التلقيح، وده عشان حياة الحيوان المنوي البنت بيكون أطول من الولد، هل الكلام ده صحيح ولا لأ؟ الكلام ده طبعا في شيء صحيح، بس الفكره ايه؟ ان هي لو احنا بنقول ان الحيوان المنوي الذكري اللي هو واي اسرع من الحيوان المنوي الاكس يسبقه، لكن اضعف منه ما بيعيش كتير. الحيوان المنوي الانثوي بيعيش من 2 لـ3 أيام، اما الحيوان المنوي الذكري غالبا بيعيش يوم واحد 24 ساعه. ففي طريقه، ان الطريقه دي اسمها شيتلز، هذه الطريقه بتعتمد على ان هو وقت معين للجماع والعلاقه الزوجيه خاصة بالتبويض. بمعنى لو التبويض لو دورتها كل 28 يوم يبقى التبويض على اليوم الـ14 في المتوسط. تمام. فبتيجي ما يحصلش جماع قبل التبويض بـ5 أيام. 5 أيام ما يحصلش جماع، ويجي وقت التبويض يوم التبويض أو بعديه بيوم واحد يحصل جماع. هنا بتزيد فرص الحمل في ذكر. ليه؟ لأن البويضة بتعيش 24 ساعة، والحيوان المنوي اللي هو يحمل الذكورة اللي هو الأسرع بيعيش برضه 24 ساعة، وهو اللي بيوصل أسرع للبويضة. فهنا احتمالية، خلي بالك أستاذ أحمد أنا ما بقولش إنها يحصل إنها تحمل في جين ذكر، ده مش شرط. تمام. لأن طبعًا دي يعني سبحان الله يعني مشيئة ربنا، لكن الاحتمالية إن تبقى في جنين ذكر أعلى. على العكس لو حصل جماع قبل التبويض بـ3 أو 4 أيام، الحيوانات المنوية اللي حاملة الذكورة كلها ماتت. هيفضل بس الحيوانات المنوية اللي حاملة الأنوثة، فبالتالي فرصة إنها تحمل في أنثى هتبقى إيه؟ هتبقى أعلى. طب حضرتك برضو بتوجه بعض الناس اللي بيجوا يشوفوا عند حضرتك انت مثلا تقول لك انا عايز اخلف ولد او اخلف بنت، بتنصحهم برضو بالحساب ده انه قبل التبويض او بعد التبويض ولا لا؟ بنصحهم، لكن زي ما قلت لحضرتك قبل كده انا ما بقولهمش ان دي طريقه، الطرق دي كلها اللي هي طريقه التغذيه وطريقه الغسول المهبلي وطريقه الجماع واوضاع الجماع وتوقيت الجماع وكل هذه الطرق كلها نسب نجاحها على احسن تقدير من 60 لـ65%. مش شيء اكيد يعني، من 60 لـ65% نسبه نجاحها، مش اكيد. الحاجه الاكيده الوحيده اللي هي نسبه نجاحها لو حصل حمل 100% هي الحقن المجهري. ان السيده دي تعمل حقن مجهري وناخد خليه من الجنين، عرفنا ان الجنين ده ذكر هو هننقل الذكور فقط. يعني احنا كل اللي بنعمله بننقل الذكور وبنسيب الامر طبعا كله بايد ربنا سبحانه وتعالى.
الاجنه دي مسكت في الرحم او لا، او حصل اجهاض، او الرحم ما قبلهاش، كل ده وارد. طب حضرتك عند تحديد جنس المولود، وانت حضرتك بتعالج الانثى دي عشان خاطر تحدد جنس المولود اذا كان ولد ولا بنت، حضرتك قلت ان في حيوان منوي واحد هو اللي بيدخل للبويضه عشان يعمل تلقيح. في عمليه التحديد حضرتك بتحدد ازاي ان الحيوان المنوي اللي هيدخل سواء كان ذكر او انثى، بتحددها ازاي؟ طبعا احنا ما بنقدرش نحدد بالعلم الحديث وكل ما توصلنا ليه، وفي اوروبا وامريكا محدش قدر يحدد، يقدر يشوف تحت الميكروسكوب والميكروسكوب المكبر، ولما بيشوف الحيوانات المنويه ما يقدرش يعرف الحيوان المنوي اللي يحمل الصفه الذكوريه من الانثويه، مفيش تفرقه ما بينهم. ولما بنعملوا حقن مجهري ويمسكوا البويضه الحيوان المنوي ويدخلوه بابره جوه البويضه، يمسكوا الحيوان المنوي بقى مش بيسيبوه لوحده، ساعتها بيتمسك بابره الحيوان المنوي ويدخل جوه البويضه بالابره دي. فلما بيعملوا كده هم ماسكين الحيوان المنوي اللي بيتحرك بسرعه واللي شكله كويس وشكله سريع، لكن ما يقدروش يعرفوا الحيوان اللي ماسكينه ده جنين ذكر او انثى، ما يقدروش يتحكموا في كده وما يعرفوش. امال هم بيعرفوا ازاي؟ احنا بنعرف ازاي؟ بنعرف انا دخلت حيوان منوي جوه البويضه، كويس؟ ممكن يبقى ولد او بنت على حسب الحيوان المنوي ده ايه، اكس ولا واي. طيب جيت الاجنه دي تكون جنين، الاجنه دي بعد 3 ايام بتنقسم، تنقسم بقت 8 خلايا بعد 3 ايام. يعني الطبيب في المرحله الاولى ما يعرفش اذا كان الحيوان المنوي ذكر ولا انثى؟ ما يعرفش، ما فيش اي مركز في العالم يعرف. طب بعد الدخول في البويضه؟ بعد الدخول في البويضه ما يقدرش يعرف الا لما الجنين كمان ينقسم ويبقى حاله الجنين كويسه، ويوصل لثالث يوم ويبقى فيه خلايا كتير في الجنين، عشان انا هدخل هاخد خليه واحده ما تاثرش على الجنين بتكنيك معين في المعمل، والخليه دي بياخدها بره وبتتصبغ بصبغه معينه عشان تبين الكروموزومات اكس ولا اكس اكس ولا اكس واي. اكس اكس تبقى الجنين ده بنت، اكس لان الخليه دي بتمثل بقيه الخلايا، بمعنى ان الخليه دي اكس اكس يبقى كل الخلايا الثانيه اللي في الجنين اللي انا سايبه كلها اكس اكس، يبقى الجنين ده بنت. فطبعا عندنا عدد كبير من الاجنه، بيبقى عندنا مثلا 5 6 اجنه 8 اجنه على حسب التنشيط اللي احنا دينه وعدد البويضات. ففي الاجنه دي كلها انا بقدر اعمل اختبار لكل جنين على حده، واقدر اعرف اقول للست السيده دي انت عندك 4 اجنه اولاد وثلاث اجنه بنات، هي هتنقل بنات مثلا، يبقى انا هنقل الثلاث اجنه بنات. بس ده بالنسبه ل... طب يعني تحديد الجنس المولود بيكون بعد ما الحيوان المنوي يدخل البويضه وبعد الجنين ما يتخلق، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن بالانقسام ويتخلق الجنين. طيب بعض الناس بيفضلوا الذكور على الإناث، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال في الكتاب الحكيم وليس الذكر كالأنثى، إذا هنا في أفضلية الذكور على الإناث، وبعض الناس بتستدل بالموضوع ده إن هي تحدد جنس المولود للذكور علشان خاطر إحنا لو قارنا بالجاهلية هيبقى نفس المبدأ، إن هو أيام زمان برضو كانوا بيحبوا الذكور عشان يساعدوهم في البيت، وإن البنات بتجيب يعني في مشاكل ورا البنات، هل الموضوع ده صح ولا غلط؟ لا، هو الموضوع ده طبعا غلط تماما، لان ربنا سبحانه وتعالى ساوى بين الرجال والنساء، ولكن لكل مهامه، لكل مهامه اللي ربنا خلقها بالنسبه له. والرسول عليه الصلاه والسلام قال الرجال شقائق النساء، فالنساء شقائق الرجال. تمام. فبالتالي ما فيش افضليه في الاسلام ما بين الذكور على الاناث، الا في حالات الانفاق وحالات العمل وحالات معينه قليله، ولكن السيده الست ليها دور في امور اخرى. تمام. الايه اللي حضرتك تفضلت بيها وليس الذكر كالانثى، بعض المفسرين وبعض العلماء قالوا ان ده كان كلام على لسان امراه عمران لما كانت نادره ان هي لو خلفت، لو وضعت ذكر هتخليه في خدمه بيت المقدس خدمه لله. فلما وضعت بنت هي زعلانه ان هي وضعت بنت، فقالت وضعت السيده مريم ابنة عمران، فلما وضعت بنت قالت قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. قال العلماء تمام، ليس الذكر كهذه اللي أنت كنت بتتمنيه كهذه الأنثى في علو شأنها وما لها من شأن عظيم. السيدة مريم ابنة عمران لها شأن عظيم. طبعا احنا في نهاية حلقتنا عايزين بس نقول للسادة المشاهدين، ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. احنا في نهاية حلقتنا كمان بنشكر الدكتور هاني الباس، الدكتوراه أمراض النساء وتأخر الإنجاب والحقن المجهري، زمالة الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والتوليد، ودبلومة جراحة المناظير جامعة كلير مونت بفرنسا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك أستاذ أحمد. كمان بنشكر السادة المشاهدين على حسن المشاهدة والمتابعة، لكم مني خالص تحياتي، دمتم في أمان الله، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة وفرصة جديدة من حلم الأمومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.